طيب الأشقاء في تونس شافوا هذا التفوق أو الظهور الجديد للأهلي وفوزه على الاتحاد المنستيري واللي عزز به النادي الأهلي عقدته للكرة التونسية لأنديتها في تونس، لأنه الترجي، الصفاقسي، وادي الاتحاد المنستيري أضيف إليهم، كل هذه الأندية سبق أن تغلب عليها الأهلي في تونس، ودي الأفضلية اللي الأهلي بيعملها للكرة المصرية في الدربيات العربية. القناة الوطنية التونسية نقلت هذه المباراة، محللها الكابتن صالح المزالي يتحدث فيها عن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري. الحقيقة هي معقد أكثر أمام منافس كنا نعتقد أنه مازال يعيش في 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 أزمة، أزمة نهاية الموسم الفارط. لقينا الحقيقة حاضر بالنسبة للفريق يخوض أول لقاء رسمي ليه، كيفاش ينجم المستير يدخل اللقاء ذا؟ شوف، هو ما نجموش نحكيو على أزمة في الأهلي المصري. الأهلي المصري معناتها إن إيكيب بيان ستركتيري، إدارة قوية، مجلس إدارة، ميزانية رهيبة معناتها نتاع فريق الأهلي. تشوف معناتها فريق فيه 13 لاعب ديزانترناسيونو، معناتها يلعبوا في المنتخبات سواء في المنتخب المصري ولا المنتخبات الاخرى. اهلي فريق عنده خبره، اكثر فريق تيتري معناتها في افريقيا، عندهم لاعبيه ممتازين، دونك ما نحكيوش على ازمه. دونك لهنا الاهلي المصري عرف يستحفظ بالكره، سيركيلاسيون دلا بال، نوع في اللعب نتاعو، جرى الملاعبيه نتاع الاتحاد المصيري، وشفتوا في اخر المباراه معناتها بدنيا خلونا نقبلوا هدف. دونك لهنا الملاعبيه ما عندهم ما يخجلوا، الهزيمه هدف لصفر ماهيش ضد نامبورت كيل فريق، ضد الاهلي المصري فريق ممتاز وفريق. طيب ايه اجمل من كده تسمعوا النادي الاهلي في عيون خبراء ومحللين توانسه؟ ما تقوليش على ازمه في النادي الاهلي، اقوى الانديه الافريقيه، فريق كبير، ما تحكيليش اداره قويه يعني تتجاوز الازمات بسرعه. الحقيقه وصل الى انه يقول المنستيري لا يجب ان يخجل، ليس لديه ما يخجل منه في الخساره من فريق كبير بهذا الحجم. ده صالح المزالي. فخر الدين قليبي رايه ايه؟ نشوفه. خلينا نقولها هسه، فنيا الاهلي المصري اعلى من الاتحاد المنستيري، وهذا واضح وكنا عارفينه قبل ما تبدا المقابله. واضح. انا لهنا مش اللوم ممكن المدرب الاتحاد الرياضي المنستيري، سوري بلو مونتال، واضح انه فما ضغط كبير على اللاعبين، دونك اللاعبين هنا تشوف حتى في كونسرفاسيون باش يلعب باس، يلعب باس غلطه وحده من غير حتى ضغط. الاتحاد الرياضي المنستيري الاهلي المصري يهاجم فيك. مع الاهلي المصري اللي نعرف الاهلي المصري لعب عديد مقابلات في تونس، وكل مقابلات يجي لتونس لهنا ويلعب الهجوم وهذا ونعرفوه. الاهلي المصري ماهو جديد علينا، دونك بالشخصيه نتاعو بالقيمه الفنيه نتاع اللاعبين نتاعو يمشي يفرض لعبه على اي فريق. حسينا في ردات المقابله انه مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري يلوج على نتيجه 0-0. ولهنا بالمستوى، بصراحه بالمستوى الهجومي اللي شفناه اليوم ما يخلينيش نتفائل هجوميا نحن نجم نسجله في القاهره بصراحه. قدم الاهلي انه لعب بشخصيته اللي بيفرضها على المنافس حتى خارج ملعبه، وهو ما شاهده في العديد من اللقاءات اللي اشار اليها الاستاذ ابراهيم منيسي في تجاربه السابقه في ملاعب الانديه الكبرى في تونس، انه بيلعب بشخصيته برغبته الهجوميه وتحقيق روح الانتصار. ولا اجمل من هذه الانطباعات التي يقدمها النادي الاهلي، ولا عزاء للمتربصين ولا اعلام الموز. خلاص بقى يا ابراهيم. ويبقى الاهلي ما بقي جمهوره دايما حماه. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.